عقب متابعته الإفراج عن البضائع بميناء الأسكندرية، مدبولي يكشف عن صفقات كبيرة قادمة للقضاء على أزمة العملة الصعبة بشكل نهائي. بمناسبة يوم الشهيد، الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. تخفيفا من حدة الأزمة الإنسانية، مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإغاثية على قطاع غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كميات هائلة من الشاحنات والسلع الأساسية في المواني المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف عن الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. الخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي، دي خطوات كانت مهمة جدا 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وحضراتكم جميعا كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الأزمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار أكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت، وأيضا العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة. لكن اعتقد النهارده بالخطوات اللي قامت بيها الدوله واللي اهم كان نقطه فيها وكنا كلنا مقتنعين بيها هو توحيد سعر الصرف، وكانت دي نقطه شديده الاهميه الدوله المصريه كانت بتشتغل عليها. وهنا لما بتكلم على الدوله بتكلم على الحكومه والبنك المركزي على مدار الاسابيع والشهور الماضيه. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة كانت في احتياج لتدبير سيولة نقدية لتوحيد سعر الصرف، وأشار إلى أن الدولة كانت تعمل خلال الفترة الماضية من أجل حل أزمة توفير العملة الصعبة. الدولة كانت محتاجة أنها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة، وأن إزاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف. اي اقتصاد في العالم ما ينفعش ان هو يشتغل على سعرين للصرف او سعرين للعملة، ولان للأسف مع طول امد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع ان الدولار ما اصبحش يعني مجرد وسيلة ان انا ادبر بها العملة، ده هو نفسه اصبح سلعة ويتم المتاجرة بيها. واحنا كنا عارفين ان دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم. النهاردة الحمد لله بالاجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية، من خلال الاجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي امس واعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمره الصحفي امس، الدولة المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة، وانا بكررها، لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة المحل الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمارات الضخمة في الفترة الأخيرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فضلا عن صفقة رأس الحكمة تضمن أن عددا من شركاء التنمية الآخرين سيضخون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة. الاتفاق اللي تم الاعلان عنه مع صندوق النقد الدولي امس اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2، يعني باجمالي 9.2 مليار، غير الصفقه الحمد لله اللي تمت قبليها ب 35 مليار، غير ان يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا ايضا ان عدد من شركاء التنميه الاخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دوليه اخرى والاتحاد الاوروبي هيحطوا ايضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة وهيتم الاعلان عنها.
كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية. كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشغل الشاغل للدولة خلال المرحلة المقبلة هي الرقابة على التجار من أجل ضبط الأسعار وضمان أنها تعكس السعر الحقيقي للسلع، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة لتدبير العملة هي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية إزاي ضبط الأسعار، وإن الأسعار تكون بتعكس بقى السعر الحقيقي والواقعي للسلع. وهنا أنا دي بتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر، إن في إطار اللي احنا بنعمله وإدارة تدبير العملة، والدولة المصرية والبنك المركزي هيبقى ملتزم بتدبير العملة ليه. وهنا بقى أنا بأكد بقى على نقطة أخرى مهمة جدا، الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية. إيه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ميناء الإسكندرية لمتابعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني. وجه رئيس الوزراء بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وإحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. هذا وقد أشار مدبولي إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، حيث أعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير جميع المواني المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وخلال تفقده لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أكد مدبولي أن الدور الرئيسي لعملية تطوير المواني يهدف لتعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية. واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح عما حققه مشروع محطة تحيا مصر للتغلب على تكدس البضائع بالميناء، وذلك من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليل زمن مكوت الحاويات وخطوات ربط المحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي لتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل. وخلال جولة تفقدية لمصنع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولي أستر بمدينة كفر الدوار، أكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وشرعت في تنفيذها. هذا وقد أشار مدبولي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تغطي الصناعة الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة وتشجع إنشاء عدد من المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور ضمن مشروعات قطاع الطاقة، وذلك لما لها من مردود اقتصادي كبير في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية لتقليل فاتورة استيرادها وتوفير النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مشروع توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور بعد بدء تجارب التشغيل بها، وذلك في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، حيث أشاد مدبولي بمستوى تنفيذ هذا المشروع بكفاءة وطنية وفق أعلى معايير الجودة. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيده على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
هذا وعبر رئيس مجلس النواب عن ثقته في قدرة الدولة على تخطي كل الصعاب تحت قيادة الرئيس السيسي وتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة. كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وجدد رئيس مجلس الشيوخ تأكيده ووقوف الشعب المصري خلف قيادته لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وبعث رئيس مجلس الوزراء أيضا ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. هذا وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري، متمنيا دوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وخلال البرقية قال وزير الداخلية إن رجال الشرطة سيبذلون المزيد من العطاء والتضحية تحت القيادة السياسية الحكيمة في سبيل رفعة وازدهار الوطن الغالي ورخائه. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. كما بعث توفيق برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. وبعث برقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. بعث الدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي للتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لمصر والمصريين كل المحبة والتقدم والسلام. وأعرب القس أندري زكي عن أمنياته بأن يحفظ الله الشعب المصري وأن يحل السلام على جميع بلدان العالم. كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. كما بعث ببرقيات مماثلة لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطط الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل ما يشمله من إمكانات لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة. أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بموضوع البحث وأهميته في مواكبة التطور العلمي والتقني وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة. كما أثنى على الدور الذي تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقا لأسس علمية حديثة بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومي على كافة المستويات.
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة. يأتي ذلك بالتعاون مع القوات الجوية في كل من الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية. لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة. وذلك انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. هذا وأوضحت مصادر بالمعبر أن المعبر شهد اليوم دخول شاحنات مساعدات ل 133 من الشاحنات المتنوعة الإغاثية، فضلا عن استقبال 44 مصابا وجريحا وأعداد أخرى من المسافرين. كان المعبر قد شهد أمس دخول 130 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لقطاع غزة. إلى ذلك يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي 650 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 534 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية. هذا بجانب 116 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء. أعلنت الأمم المتحدة عزمها دراسة استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين انقطعت بهم سبل العيش في شمال القطاع. وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك إن المنظمة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياك الحدودي مع غزة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن منذ حادث مجزرة شارع الرشيد في غزة أدركت إسرائيل بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة. And in order to prevent that from happening, we have to have a plan that allows us.
دعا رئيس الوزراء السويدي إلى عقد اجتماع مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الإسرائيلية لبحث الحاجة الملحة لتحسين آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا وقد انهارت عملية تسليم المساعدات في القطاع الفلسطيني، ولا يدخل سوى جزء صغير من المواد الغذائية اللازمة، ولا يصل إلى القليل من المناطق الشمالية، حيث تقول المستشفيات إن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مع تواصل العدوان على غزة، ضحايا القطاع يتخطون 100,000، والإسرائيلية يطالب برحيل نتنياهو. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف على أنحاء قطاع غزة لليوم 53 بعد 100 على التوالي. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر جديدة في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة. أضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 30,800 شهيد و 72,298 مصاب منذ 7 من أكتوبر. ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة. أضاف مكتب نتنياهو أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان دون تقديم رقم محدد للمصلين. بعد ضغط أمريكي استمر لأسابيع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى في أول أسبوع من شهر رمضان بعدد مماثل للسنوات السابقة. مكتب نتنياهو أكد أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان دون تقديم رقم محدد للمصلين، مشيرا إلى أنه سيجرى تقييم أمني كل أسبوع وسوف يتخذ القرار بناء على ذلك. يأتي هذا بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بينما دعت حركة حماس الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان، وعادة ما تضع إسرائيل قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. ويتزامن هذا القرار الإسرائيلي مع تحذيرات لعدد من الدول العربية والإسلامية أكدت فيها أن إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدسة خلال شهر رمضان، ومحذرين أيضا من تفجر الأوضاع بالقدس المحتلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي. أوضحت الإذاعة أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 4 من قادة ألوية و39 قائد فصيل و13 قائد سرية وستة ضباط برتبة مقدم. وقد ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، من بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة. We'll be right back.
غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. ما زلنا مع شأن الفلسطيني، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحثت سبل الحد من استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية حال نفذت عملية عسكرية في رفح. أضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة وتفاقمها من خلال العمل في المنطقة المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة، ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين. أشار وانغ يي إلى أن بلاده ستواصل العمل في المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح، مضيفا أنه يكون بدعم قوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتلتزم دائما بالتوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية. نحن ندعم عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وندعو بعض أعضاء مجلس الأمن إلى عدم وضع عقبات أمام ذلك. أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية بئير لابيد أن كارثة أخرى ستحل بإسرائيل في حال بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل عن دعمه أي صفقة مرتقبة مع حماس تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدا استعداده لدخول الحكومة بدلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لدعم صفقة تبادل المحتجزين. أعلنت الجهات المالكة والمشغلة للناقلة البضائع True Confidence أن 3 من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في هجوم صاروخي قبالة اليمن، مشيرة إلى أن الأمواج جرفت السفينة بعيدا عن اليابسة وجري اتخاذ تدابير لإنقاذها. في تصاعد لوتيرة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر ولأول مرة منذ شنت قوات الحوثي هجمات على السفن، أعلن الجيش الأمريكي عن سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين في هجوم استهدف سفينة قبالة خليج عدن. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن سفينة True Confidence أصيبت بصاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي، مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة. وفي رد فعل فوري على الهجوم، توعدت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بمحاسبة قوات الحوثي على الضربة التي أودت ولأول مرة بحياة 3 أشخاص من بينهم فلبينيان بحسب الحكومة الفلبينية. قوات الحوثي واصلت شن هذه الهجمات المتهورة دون أي اعتبار لسلامة المدنيين الأبرياء الذين يمرون عبر البحر الأحمر، والآن وللأسف قاموا بقتل مدنيين أبرياء، ولذلك ستستمر الولايات المتحدة بمحاسبتهم على هجماتهم. منذ أشهر وتهاجم قوات الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر نصرة للفلسطينيين في قطاع غزة، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن هجمات ردا عليهم من خلال ضرب مقار ومواقع تابعة لهم، الأمر الذي أدى لتوتر متصاعد في الوضع بمنطقة البحر الأحمر. يدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان، وذلك في الاشتباكات المستمرة منذ 11 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويدعو مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق. مع قرب دخول الحرب في السودان عامها الثاني، يدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان. بريطانيا صاغت مشروع القرار الذي يطرح للتصويت غدا، ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى ضمان إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط. كما يدعو الأطراف المعنية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني
الإنساني الدولي، ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم. الأمم المتحدة من جانبها أوضحت أن ما يقرب من 25 مليون سوداني، أي نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات، وقد نزح 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من عام 2023، أصدر مجلس الأمن 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر نفس الموقف في قرار صدر في ديسمبر الماضي بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني. أعلنت الصين زيادة ميزانيتها العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري، وتخطط بكين وفقا لوكالة الأنباء الصينية لإنفاق ما يعادل 225 مليار دولار على دفاعها، أي أقل ب3 مرات من ميزانية واشنطن. إعلان صيني بزيادة موازنة الدفاع بنسبة 7.2%، وهي ثاني أعلى موازنة دفاع في العالم بعد الولايات المتحدة، وتصل قيمتها إلى 222 مليار دولار. وتتسبب التوترات مع الولايات المتحدة وتايوان واليابان ودول الجوار التي تطالب أيضا بالسيادة على بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي في قيام بكين بزيادة الإنفاق الدفاعي العسكري، إضافة إلى زيادة اعتماد السلطات على تطوير التقنيات العسكرية والمعدات والمقاتلات الشبح وحاملات الطائرات والترسانة المتزايدة من الأسلحة النووية. الموازنة الدفاعية الرسمية التي أعلنتها الصين أثناء انطلاق الدورة الثانية للمجلس الوطني 14 لنواب الشعب الصيني مجرد جزء صغير من إنفاق جيش التحرير الشعبي. رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قال أمام اجتماع نواب الشعب الصيني الذي حضره ما يقرب من 3000 مندوب إن السلطات ستقدم ضمانات من أجل الجهود المبذولة لتحديث الدفاع الوطني وكذلك القوات المسلحة على جميع الجبهات. وتضاعفت موازنة الدفاع الصينية منذ عام 2015 رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في البلاد بشكل كبير، ومع ذلك تطمح بكين لتحدي الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين واستراليا، كما تسعى للتأثير بشكل أكبر في الشؤون العالمية. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على دعم الجامعة لجهود موريتانيا خلال فترة رئاستها مجلس الجامعة والاتحاد الإفريقي، وذلك في سبيل تعزيز وتفعيل آليات العمل العربي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية الموريتاني، حيث بحث آخر التطورات في المنطقة، لا سيما العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتبعاته الإنسانية الكارثية وضرورة تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فضلا عن الأوضاع في السودان والصومال وليبيا، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان مع بداية شهر رمضان الكريم وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي، كما أكد على ضرورة تضافر الجهود العربية والإفريقية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لكافة الأزمات بما يضمن عودة الاستقرار والأمن لكافة دول المنطقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود توجيهات رئاسية بتعزيز وترفيع مستوى العلاقات الثنائية مع كينيا اتصالا بحجم الدولتين على الساحة الأفريقية وعمق العلاقات التاريخية. وخلال كلماته الافتتاحية خلال اللجنة المشتركة المصرية الكينية، أشار شكري إلى مستوى التنسيق الرفيع القائم على المستوى الرئاسي، مشددا على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة مشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. على صعيد متصل، شارك وزير الخارجية في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المشترك الذي يتم تنظيمه على هامش اللجنة المشتركة، والذي حضره ما يزيد عن 25 شركة مصرية من كبرى الشركات ونظيرتها الكينية العاملة في مجالات البنية التحتية والإسكان والمعدات الكهربائية والطاقة والاستثمار الزراعي والأسمدة والكيماويات
والتصنيع الدوائي. شهدت محافظة شمال سيناء موسم إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية، حيث سيتم طرح إنتاج المزرعة السمكية في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، حيث إن المزرعة تحتوي على أكثر من 100,000 زريعة، وجرى حصاد حوضين منها بواقع 25,000 سمكة. نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعالية توزيع صناديق مواد غذائية على 1,000 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك ضمن قافلة الخير تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعالية لتوزيع صناديق للمواد الغذائية على 1,000 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية. بالتضامن والتشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، بنقدم 1,000 كرتونة لأهلينا والأسر الأولى بالرعاية في محافظة الإسماعيلية النهاردة، وهنشتغل بكرة وبعده، معنا 4 أيام إن شاء الله في عمل متواصل لكل أهلينا داخل المحافظة. عدد كبير من متطوعي التحالف شارك في هذه الفعالية ضمن قافلة الخير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. احنا خلال النهاردة بنوزع كراتين رمضان لأهالينا هنا، وإن شاء الله مستمرين وفي إطار التحالف الوطني. الفعالية تأتي تماشيا مع جهود التحالف الوطني وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات مع توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. مع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، استعدت مؤسسة حياة كريمة بمشروع سكر بيوت لتمكين المرأة اقتصاديا. تهدف مبادرة سكر بيوت لتدريب السيدات وتعليمهن كيفية صناعة الحلويات مثل الكعك والبسكويت وعدد كبير من مخبوزات الأعياد والمناسبات. بمجرد دخولك لهذا المصنع ترى روح المثابرة والتصميم تلمع في عيون هذه السيدات التي تقدمت لتتلقى تدريب مؤسسة حياة كريمة للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة مبادرة سكر بيوت. السنة دي كان عندنا مفهوم مختلف، كل مرة كنا بنمكن كل مرأة على حدة، يعني المرأة اللي كانت مثلا شاطرة في الخياطة بنديها المعدات اللي هي محتاجاها وهكذا. المرة دي فكرنا نعمل لهم تدريب جماعي علشان يكونوا مع بعض، يتفاعلوا مع بعض، يستفيدوا من خبرات بعض. المرة دي عملنا مشروع سكر البيوت. مشروع سكر البيوت بيستهدف تمكين السيدات المعيلات وبيعلمهم وبيدربهم على كيفية تصنيع الحلويات بصفة عامة. طبعا احنا دورنا كمؤسسة حياة كريمة ان احنا بنستهدف كل السيدات المصريين وبالاخص المرأة المعيلة. طبعا احنا بنقوم بالدور ده بعد ما بنطبق المعايير على السيدات الاولى بالرعاية والفئات الاكثر استحقاقا، وعلشان كده احنا في قطاع التمكين الاقتصادي بيهمنا دايما ان احنا يكون عندنا فرد منتج وعنده اكتفاء ذاتي. المبادرة التي تهدف لتدريب السيدات وتعليمهم كيفية صناعة الحلويات من كحك للبيوت وبسكويت وعدد كبير من مخبوزات الأعياد والمناسبات، استهدفت في المرحلة الأولى 22 سيدة، منهم من تسعى لإسعاد أولادها ومنهم تسعى لفتح باب رزق جديد لعائلتها. بصراحة الأجواء كلها تحفة، مؤسسة حياة كريمة تعامل فوق الممتاز، ذوقيا أخلاقيا في كل حاجة. ما حسسناش ان احنا رايحين نتعلم حاجة ونتدرب في حاجة، لا بالعكس، ان احنا المكان المؤسسة دي بتاعتنا، ده مؤسسة حياة كريمة. جينا هنا المصنع بإدارة أستاذ هاني الشيخ، بيتعامل معنا أكننا إخواته الصغيرين، ما فيش فرق ما بيننا وما بينه، روح حلوة، تعامل، ذوق، أخلاقيات، يعني كل حاجة تحت إيدينا. أنا شفت المبادرة على صفحة الفيسبوك في مؤسسة حياة كريمة صفحتها الرسمية، ودخلت ولقيت أرقام تليفونات فقلت أتكلم، وعشان حبيت أن أنا أتعلم حاجة جديدة أنا ما كنتش تعلمت قبل كده. فأنا كلمت الأرقام الموجودة وكلموني عشان أعمل مقابلة، ورحت المقابلة وكلموني قالوا حضرتك اتقبلتي. بعد كده كان في فترة نظري وفترة عملي. في الفترة النظري كان في محاضرات بيكلمونا عن
سوق ازاي يعرف الغش التجاري والسوق الاغذيه يعني، وازاي اعمل صفحات على الفيسبوك، وازاي يعني اتواصل مع الناس عشان اعمل انتشار لسوق لنفسي. مؤسسه حياه كريمه قامت باختيار 22 سيده حابه تعمل لهم حاجه يعني مختلفه، ان هي تعلمهم الحلويات وتصنيع الحلويات. طبعا احنا عارفين الحلويات دي حاجات كتيره قوي، فاختاروا الكحك والبسكويت لان احنا داخلين على عيد الفطر وكده، فحبوا يعلموهم الكحك والبسكويت والبتيفور بكل انواعه، فكان لينا الشرف ان هم يختارونا ان احنا نعلمهم كل ادوات التصنيع وكل المراحل بتاعتها. فقمنا بالتدريب، هم قاموا بالتدريب النظري سواء الهيجين سواء السلامة الغذائية سواء الغش التجاري، كل ده خدوه نظري وجم هنا احنا قمنا بالتدريب العملي. ومع اقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، استعدت مؤسسة حياة كريمة بمشروع سكر بيوت لتمكين المرأة اقتصاديا، وهو خطوة أولى ضمن استراتيجية متكاملة للتأهيل والتدريب والتمكين. مجهودات لا تتوقف من أجل الارتقاء بحياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا، والمرأة هنا هي الأساس ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم هبة حسين وإيمان منصور، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أوصى بنك جي بي مورغان بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، كما توقع جي بي مورغان أن تتراجع معدلات التضخم في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة. أكد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن صفقة الاستثمار السياحي التي وقعتها الحكومة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر. وأضاف التقرير أن صفقة رأس الحكمة ستساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، مما يؤدي إلى تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، وأن التدفق الكبير للعملة الصعبة سيشكل طريقا لمصر في الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 93 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 2.124 من الألف تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل، مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش. شهدت ألمانيا إضرابات في ثلاثة قطاعات مختلفة، حيث توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة الطيران لوفتهانزا عن العمل، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين. وتعد تلك الإضرابات هي الأحدث في موجة التحركات العمالية التي تشهدها ألمانيا، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة إلى فشل عمليات التفاوض بشأن الأجور في أقسام رئيسية من قطاع النقل، من بينها السكك الحديدية والسفر الجوي والمواصلات العامة.
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدة لرومانيا بقيمة 3 مليارات يورو لدعم المنشآت التي تنتج الكهرباء من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية لتعزيز التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء. وذكرت المفوضية أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال الذي اعتمدته المفوضية في مارس من عام 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود. صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من نهاية الأسبوع. وذكرت وسائل أعلام أمريكية أنه تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة، ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري. وتركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعين بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس الجاري. تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لوضع السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد. وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود يبلغ 1.5%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإيمان لمتابعة ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى. نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين المصريين والعرب الذي وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام إثر أزمة صحية مفاجئة. وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. عقب متابعته الإفراج عن البضائع بميناء الإسكندرية، مدبولي يكشف عن صفقات كبيرة قادمة للقضاء على أزمة العملة الصعبة بشكل نهائي. بمناسبة يوم الشهيد، الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. تخفيفا من حدة الأزمة الإنسانية، مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإغاثية على قطاع غزة. ختام نشرة 6 أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.